من عزوف طلاب الثانوية العامة وطلاب الكليات متعددة التخصصات عن الأقسام العلمية واتجاههم بكثرة إلى الأقسام الأدبية، وكان ذلك نتيجة طبيعية للتقدم العلمي والتطور التكنولوجي الذي مثل طفرة كبيرة غيرت نظرة الشعوب الفقيرة إلى ضرورة تعلم العلوم، لأنهم يتعاملون معها بكفاءة وإن كانوا ليسوا منتجين لها، هذا فضلا عن عدم تطور المناهج المستخدمة في التدريس وجمود القوالب والوسائل التعليمية واقتصارها في كثير من الأحيان على التلقين أو الوسائل البدائية، والتي لم تعد تناسب هذه الطفرة التي اتاحت التعليم في الدول المتقدمة. لقد أصبح عزوف الطلاب عن الكليات العلمية مشكلة كان لابد لها من حل، وفضلا عن تحديد الأسباب كان لابد من البحث عن آليات نعالج بها هذه الأسباب، وهو ما قامت به أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا مشهورة، فقد أدركت أن كتابة العلوم